بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، والبداية مع العناوين. الكنائس الكاثوليكية في الأردن تحيي الحج المسيحي في سيدة الجبل. الرعاية اللاتينية في الأردن تحتفل باليوبيل الذهبي الكهنوتي للأب جهاد شويحات. البطريرك بيربتيستا باتسابالا يهنئ المؤمنين بعيد القديس أنطوان البدواني. رئيس غرفة تجارة عمان: الوقوف مع لبنان واجب قومي ووطني. أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة وعلى علاقة بطرس ويوحنا متى بلغ بطرس سن الشيخوخة. قال: في الحوار الذي دار بين يسوع وبطرس في نهاية إنجيل يوحنا نجد مقطعين يتعلقان تحديدا بالشيخوخة. الأول عندما قال يسوع لبطرس: عندما كنت شابا كنت مكتفيا بذاتك، لكن عندما تتقدم في السن لن تكون سيد نفسك وحياتك. والثاني عندما قال له: إن الضعف سيرافقك حتى لحظة الاستشهاد والموت. أراد يسوع أن يقول بذلك لبطرس: إنك باتباعك لي يجب أن تتعلم أن تترك نفسك تتنشأ وتتكون من خلال ضعفك وعدم قدرتك واعتمادك على الآخرين، حتى في ارتداء ثيابك وفي سيرك. لكن التجربة هي أن المسن يريد أن يحافظ على دوره الرئيسي ومكانته، وقد يحسد الجيل الصاعد بعده، كما فعل بطرس عندما رأى يوحنا يتبعهما فسأل بطرس يسوع: يا رب، وهذا ما شأنه؟ أجابه يسوع بصراحة وبشيء من الجفاء: فما لك وذلك؟ أنت ما شأنك في هذا؟ أنت اتبعني فقط. لذلك ينبغي على كبار السن ألا يحسدوا الشباب الذين يأخذون مكانهم والذين يبقون بعدهم في الحياة. كرامتهم هم المسنين هي في إخلاصهم للحب الذي أقسموا له وللإيمان الذي آمنوا به حتى في نهاية حياتهم، ويبقون في ذلك مثال تقدير وتكريم من قبل الشباب، وكذلك لهم تقديرهم وأجرهم عند الله. بحضور فعاليات دينية ورسمية ودبلوماسية حاشدة ومشاركة واسعة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية في المملكة، أحيا المؤمنون الحج المسيحي في مزار سيدة الجبل ببلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون، وذلك في قداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك بيربتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أدى الآلاف من أبناء الكنيسة الكاثوليكية
من مختلف محافظات المملكة الحج المسيحي في كنيسة سيدة الجبل بمدينة عنجرة المعتمدة من قبل الفاتيكان بحضور محافظ عجلون الدكتور خالد جبور والنائب الدكتور فريد حداد وعدد من مدراء الدوائر الرسمية وشخصيات دبلوماسية ووجهاء محافظة عجلون وجموع كبيرة من المؤمنين القادمين من مختلف مناطق المملكة. القداس الإلهي الحاشد غبطة البطريرك بيير باتيستا بتسابالا بطريرك القدس للاتين، عاونه المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن إلى جانب راعي الكنيسة الأب يوسف فرانسيس بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات. وفي عظة القداس قال بطريرك القدس للاتين: إن الحج المسيحي والذي يقام سنوياً يسهم في زيادة التآلف بين الجميع ويعبر عن الضمير للعودة إلى الله، مبينا أن الأردن يعد نموذجا يحتذى في العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، داعيا أن يحفظ الله الأردن بقيادته الهاشمية وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان. The presence of God and the action of God in our life, everyday life. إذن النقطة الأولى أحبائي هي أن نرى عمل الله في الأمور البسيطة في الأمور المعتادة والبيتية. Because I don't believe that in our life is all black. ولأنني أؤمن بأنه مش كل إشي في حياتنا أسود. We have problems, of course. We have also consolations in our life. عندنا مشاكل طبعا ولكن عندنا تعزيات. So we have to learn and see in all these the presence of the action of God. في هذه الأمور علينا أن نرى حضور الله تعالى. Second consideration. الملاحظة الثانية. The Holy Virgin, First Elizabeth, see the presence of God in the Holy Virgin and vice versa. The Holy Virgin, the presence of the Spirit. هنالك الرؤية المتبادلة، إن إليصابات ترى حضور الله في مريم العذراء وكذلك مريم العذراء ترى حضور الله في إليصابات. So everyone of the two see the action of God in the others. وهذا الجميل أن كل واحدة فيهن أو فيهما ترى صورة الله في الآخر. This is also a good lesson for us. We want to see the action of God in us, in our children. What is connected to us, others we don't care. وهذا يحصل معنا أحياناً أننا نريد أن نرى حضور الله فينا ولكن الآخرين ليس هنالك حضور لله فيهم. But this is not the way the kingdom of God grows. وكذلك هنا ليس هكذا يعمل ملكوت الله فينا. To be community is to be able to see the action of God. In us and the others too. أن نكون شركة وجماعة هي أن نبصر حضور الله في حياتنا نعم ولكن أيضا في حياة الآخرين.
كما أشاد المطران دعيبس خلال القداس الذي أحيته جوقة سيدة الجبل وكشافة دير اللاتين في الحصن بالجهود التي بذلت من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة عجلون لتسهيل أداء الحج ووصول الحجاج المسيحيين إلى موقع سيدة الجبل لأداء صلواتهم. بدوره أكد راعي كنيسة سيدة الجبل في عنجرة الأب يوسف فرانسيس أهمية الحج إلى كنيسة سيدة الجبل في عنجرة التي تعتبر ملتقا لآلاف الحجاج من مختلف محافظات المملكة كونها معتمدة من قبل الكنيسة المحلية ودائرة الحج الفاتيكانية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، داعيا أن تكون ثمرة الحج سلاما وخيرا على جميع المشاركين وذويهم. وخلال القداس ألقيت العديد من الكلمات والقراءات والتراتيل من الإنجيل المقدس والتي ركزت بمجملها على المحبة والتسامح. ويشار أن مزار سيدة الجبل تم اعتماده منذ 22 عاماً من قبل الفاتيكان ووزارة السياحة والآثار الأردنية كأحد أبرز مواقع الحج المسيحي في المملكة. في ذات السياق أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة زغول أهمية عودة الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل بعد انقطاع لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا، معتبرا أن السياحة الدينية هي جزء أساسي لدعم الاقتصاد في المملكة ويمكن أن تكون جاذبة لأي شخص في العالم لما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار. وأشار زغول إلى أن البلدية عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال الزوار المسيحيين لكنيسة سيدة الجبل لضمان أداء عباداتهم وطقوسهم الدينية دون أي عقبات. زار سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس يرافقه كهنة أجلاء معرض الكتاب الأرثوذكسي في دير الروم الأرثوذكس الفحيص الذي نظمته شبيبة القديس جورجيوس في الفحيص بإشراف الأب الروحي للشبيبة بشارة دحابري. وكان المعرض افتتح برعاية قدس الإرشمندريت خريستوفورس حداد الرئيس الروحي لدير روم الأرثوذكس بحضور عدد من الأباء الكهنة وأعضاء لجنة وقف الكنيسة وأسرة شبيبة القديس جورجوس وجمع من المؤمنين. رعى سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن الاحتفال الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية الصوفية بمناسبة اليوبيل الذهبي الكهنوتي للأب جهاد شويحات وسط مشاركة واسعة من الأباء الكهنة والمؤمنين. إلى التفاصيل في التقرير التالي. حيثما قمت أقيم أنا لن يغيب وجهي بحضور سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتيني في الأردن ترأس قدس الأب جهاد شويحات القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بالصوفية بمناسبة يوبيله الكهنوت الذهبي. وعاون الأب جهاد في القداس الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة والأب حنة كلداني بحضور الأخوات الراهبات وجمع غفير من أبناء الرعية وذوي الأب شويحات ومحبيه. وفي بداية القداس الذي تليت فيه آيات من الكتاب المقدس
رحب الأب أنطون هريمات بسيادة المطران دعيبس والأب جهاد شويحات، حيث قدم الأب هريمات نبذة عن المسيرة الكهنوتية الطويلة للأب شويحات وخدمته بمحبة وشغف للرعاية التي خدم فيها بالأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وقال: أبونا جهاد، 50 سنة من المثابرة والعطاء المتواصل دون كلل ولا تعب، رغم حجم صليب الآلام والمرض الذي حل بك، لكن وبنعمته تعالى استطعت أن تتغلب عليه وتكمل مسيرتك المنيرة. فكم وكم من مرة انسكبت مياه المعمودية على جباه المئات والمئات من الأطفال، وكانت يدك مع يد المسيح التي أروت جباه هؤلاء الأطفال ليصبحوا أبناء الله. كم من مرة منحت القربان الأقدس، وكم من مرة أقمت الذبيحة الإلهية وفيها صليت لأجل إخوتك وأبنائك المؤمنين، أحياء كانوا أم أموات. وكم من مريضا سندته ومسحته، وكنت البلسم له في ساعة مماته. واليوم وبعد 50 عام من الكهنوت، ماذا حصدت؟ حصدت ثناء المعلم الإلهي الذي يقول لك: أحسنت أيها العبد الأمين الحكيم، كنت أمينا على القليل، سأقيمك على الكثير. وفي عظة القداس التي ألقاها قدس الأب جهاد شويحات، استعرض مسيرته الكهنوتية على مدى 50 عاما، مقدما الشكر لله أولا على مكافأته له بأن يكون خادما للرب المسيح وأمنا العذراء وللبطريركية اللاتينية التي احتضنته منذ بداية حياته الكهنوتية، كما أشار في حديثه إلى قصة شفائه من مرض السرطان بشفاعة والدة الإله أم المؤمنين. وفي ختام عظته قدم الشكر لفضائية نورسات من خلال مكتبها الإقليمي في عمان: على مدى 50 عاما جددت صلاتي وأمانتي لله ومحبتي لأن أكون على مثال الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل خرافه. نعمة عظيمة لا نستحقها، لأننا بشر والضعف البشري فينا مستحكم، لا نستطيع أن نكبحه إلا بنعمة فادينا سيدنا يسوع المسيح. أدعو الله أن يعطي كنيسته كهنة ورهبانا قديسين، فالحصاد كثير لكن العمل قليلون، وأسرنا المسيحية في كل مكان، في الأردن، في فلسطين، في الجليل، في لبنان، في سوريا، في العراق، ينقصها الكم الهائل من المكرسين لله. أدعو الله لأجل الأسر المسيحية أن ينعم عليها بأعظم نعمة يمكن أن تنالها الأسرة المسيحية، أن يختار أحد أبنائها أو بناتها للكهنوت للرهبانية. شكر خاص لنورسات اللبنانية التي تحمل رسالة التبشير والمحبة في كل مكان، وترافقنا دائما في قداديسنا واحتفالاتنا الدينية. لهم عميق شكري ومحبتي على نقل ذبيحة القداس هذه في هذا النهار المبارك، ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائما، آمين. كما أقيمت خلال الاحتفال صلاة لأجل الكنيسة والرعية شاركت بها جموع غفيرة من المؤمنين. Salam, salam.
هنأ غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابا لبطريرك القدس اللاتين المؤمنين بمناسبة عيد القديس أنطوان البدواني، وذلك في قداس احتفالي مهيب أقيم بهذه المناسبة في كنيسة مار أنطون ببيت لحم، بحضور العديد من الشخصيات البارزة في المحافظة وممثلي الكنائس الفلسطينية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بمناسبة عيد القديس أنطون البدواني شفيع الجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية، أقيم قداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وذلك في كنيسة مار أنطون بالجمعية الأنطونية بمعاونة الكهنة الأجلاء والشمامسة. بعد دخول الموكب للكنيسة التي امتلأت بالراهبات والوجهاء والشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات في المدينة والمؤمنين، تم تكريس الزي الخاص الذي يمثل لباس القديس أنطون، وذلك للأطفال المنذورين. وفي كلمة غبطة البطريرك التي هنأ من خلالها المحتفلين بهذه المناسبة، وخصوصاً كل من يحمل اسم القديس أنطون، وأشاد بدور الجمعية الأنطونية والقائمين عليها في عملهم الإنساني تجاه الآخرين. Around him here we gather in this very important place of Bethlehem, the Antonian Charitable Society, which is helping the poor and the elderly. So it's very nice that all the community around the poor here in the name of Saint Anthony. It's a good sign of Christian faith and community. وبعد القداس أقيم حفل استقبال افتتحه رئيس الجمعية الأنطونية السيد نجيب ناصر، والذي هنأ فيه أهالي مدينة بيت لحم بهذا العيد، وشكر الجميع على المشاركة بالقداس الاحتفالي وحفل الاستقبال المميز. كما تم التقاط الصور التذكارية في باحات الجمعية الأنطونية لأعضاء الجمعية وتبادل التهاني. النهاردة بنحتفل بعيد قديس عظيم والقديس أنطونيوس اللي أنا بحمل اسمه كمان، فبهنئ كل اللي اسمهم أنطونيوس، أنطون، أنطوانات، توني، كل المشتقات لاسم القديس أنطونيوس، كل سنة وانتم بألف خير. القديس أنطونيوس اللي احنا بنحمل اسمه قديس عظيم في الكنيسة، امتاز بالاقتداء الكامل بحياة يسوع المسيح بفقره وطاعته، وقدر ان هو يتكلم احلى كلام ويوصل يسوع لكل الناس، عشان كده كان واعظ كتير ومشهور. فاحنا يعني فرحانين ان احنا بنحمل اسم هذا القديس اللي بيدعونا دايما ان احنا نبحث عن الحقيقة وان احنا نمجد الله في حياتنا بكل اعمالها. وشكرا للنور سات اللي هي دايما بتشاركنا مناسباتنا وفرحتنا، والرب يبارك الجميع. كل عام وانتم بخير. اول شيء انا سعيد بمناسبة جميلة على قلوبنا كلنا اللي هي مار أنطون، عيد مار أنطون، عيد القديس مار أنطون اللي هو شفيع الجمعية الأنطونية. وثانيا أنا مبسوط كثير وسعيد لأنه في إقبال جيد أو ممتاز من قبل أهل بلدنا من بيت لحم من جماعتنا، وهذا بسر القلب لأنه في كثير شغلات بتجمعنا، فلازم نحن نكون إيد واحدة وبمحبة. فأنا بعطي كلمة لكل العالم، ببعث كلمة إنه بيت لحم صامدة، بيت لحم محتاجة لدعم كل العالم، محتاجة للصمود، محتاجة إنه كل المسيحية يضلوا في بيت لحم، هي في النتيجة أرض المسيح ونحن بنمثل المسيح على الأرض. بعيد على كل المحتفلين بعيد القديس أنطوان البدواني في هذا اليوم، وأنا متأكد إنه بركة القديس أنطوان بتكون دائما معهم، لأنه اللي بيحمل الاسم وبعيش حياة القديس أنطون بعيش بركته وبتكون معه وبتصاحبه في كل الأوقات. فبتمنى للجميع أن يكون عيد مار أنطون عيد للإنسان العزيمة والإيمان اللي يخوض أو يستمر في خوض معركة الحياة بكل قوة، بكل صبر واعتماد على الذات واعتمادات على إيمانه وصلواته للرب العالمين بشفاعة القديس أنطون.
للنورسات مارلين الحدوة من الجمعية الأنطونية بيت لحم. استقبل المعهد الإكليريكي في بيت جالة المطران رفيق نهرة النائب البطريركي للاتين في الجليل، وقدم رئيس المعهد الأب برنارد بوجي التهنئة لسيادته بمناسبة سيامته الأسقفية وتسلمه المهام الروحية والرعائية ليكون على مثال الراعي الصالح سيدنا يسوع المسيح. هذا وقد ترأس سيادة المطران رفيق نهرة ولفيف من الكهنة قداسا إلهيا، عبر في عظته عن شكره للمعهد الإكليريكي مؤكدا على استمراره للصلاة من أجل المعهد ومن أجل الدعوات فيه. بمناسبة الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل، وضمن التغطيات الأسبوعية المستمرة التي تقوم بها نورسات للكنائس والمؤسسات الدينية والأماكن التاريخية في مناطق ومحافظات المملكة، زار فريق مكتبها بالأردن بلدة عنجرة وتحديدا كنيسة ومزار سيدة الجبل، وأعد التقرير التالي. محافظة عجلون تقع شمال غرب الأردن، تتميز بتضاريسها وطبيعتها الجبلية المتباينة الارتفاع وبغاباتها ذات الأشجار الحرجية الكثيفة. تتمتع بطقسها المعتدل الجاذب للسياحة المحلية والعالمية. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للاتين. فهذه الكنيسة تأسست عام 1932، أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصليب المرسومة على جدرانها، وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة. تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة، منهم الأب يوسف سلامة راعي الكنيسة الحالي ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد. حدثنا بإيجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينالوا بركة سيدة الجبل العذراء مريم. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. عنجرة مذكورة في الكتاب المقدس باسم المصباح في العهد القديم في سفر الملوك، وبحسب التقليد تقليد الكتاب المقدس انه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا، وكمان الملك داود اجى على عنجرة. بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العذراء مريم اجوا على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن، لان احنا عارفين الكتاب المقدس انه المسيح بشر في العشر مدن، فبعد ما تعمد في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جرش وفيلادلفيا. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما يجي المسيح اجت معاه مريم، وكانوا بيقعدوا هون على تلة الجبل وبيشوفوا الناحية التانية من الضفة. مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة، سيدة الجبل.
الكنيسة اتبنت تقريبا سنة 1925. كان دائما في مسيحيين في عنجرة. اجا الخوري، اول خوري كان ابونا انجلو، هو ايطالي، هو اللي بنى الكنيسة. وابونا انجلو اتوفى في عنجرة هو وامه، ومسمين هم الاثنين عندنا في الدير. مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الأب المرحوم يوسف نعمات أحد كهنة البطريركية اللاتينية كتكريم منه للسيدة العذراء، حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم. بس يمكن يكون أهم شيء عندنا في المزار هو تمثال مريم، تمثال العذراء مريم. هاي التمثال عمره تقريبا 200 سنة، مصنوع في إيطاليا. سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا بينظفوا المزار زي دايما، شافوا إنه التمثال بياخد الوش، بياخد شوية طبيعة بشرية وبيبكي دم. الرهبة بدأت تمدح الناس من برا عشان يجي يدخل يشوفوا. الأولاد فضلوا يشوفوا التمثال ويصلوا. ناس كتير شافت الدم وهو موجود نازل على وش العذراء. عملنا التحليل، معروف انه دم بشري، دم طبيعي بشري 100%. ما عرفناش الفصيلة بالضبط، بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون، وناس كتير بتيجي تصلي، وكتير بتحصل معجزات. احنا كل اسبوع او كل شهر بنسمع عن قصة جديدة من حد كان مريض وشافي بشفاعات العذراء. بيجي ناس كتير، مش بس مسيحيين لاتينا او كاثوليكا او ارثوذكس، بيجي كمان من كل الديانات تقريبا، بيجي هنا على المزار يصلوا عند العذراء ويقعدوا. خدمتي في الكنيسه تقريبا من 4 سنوات، شغلنا مع الرعيه في القداس اليومي والسجود، والقداس في المزار كمان في الاعياد، ويوم الجمعه بنصلي دائما قداس هون. حاجه تانية في المزار مهمه، انه كانت السنه الماضيه سنه 2017 سنه الرحمه، البطريركيه اختارت كمان انه عنجر يكون فيها باب للرحمه. فهي السنة استقبلنا كمان كتير ناس مسيحيين حجاج، كان كله بيجي وبيعترف وبيصلي قداس وبياخد بيحصل على الغفران اللي هو كان سنة الرحمة. في عندنا كمان الأيقونات، هدول رسمهم فنان بريطاني، وهو حب يظهر حياة المسيح على ضوء أسرار المذبحة الوردية. فبنشوف أسرار المجد، أسرار الحزن، في كمان هنا أسرار الفرح وأسرار النور. فلما بيجي السائح أو بيجي الحجاج، دايما أول حاجة بيعملوها بيصلوا عند العذراء بيولعوا شام. ودايما الناس بتيجي هون بيكون دايما في نعمة خاصة، دايما الناس بتحكي إنه في نعمة، في حاجة لمستهم. ومش بس كمان المعجزات بتحصل على مستوى الأردن، لكن كمان في ناس برا، مجرد إنهم عندهم الصورة بتاع سيدة الجبل أو بيصلوا الصلوة، مرات بيطلبوا نحن نولع لهم شامعة، ودائما بيكون في إشي فوق طبيعي بيحصل، في معجزة بتحصل. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع تعود أهمية مزار سيدة الجبل تاريخياً بأن السيد المسيح ووالدته القديسة مريم قد أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، وكان السيد المسيح وتلاميذه يتنقلون بين مدن أورشليم وصولاً لنهر الأردن مروراً ببلدة عنجرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومدراء الشركات المقيمين بالمملكة. وأكد الحاج توفيق خلال لقائه سيدات ورجال أعمال لبنانيين مقيمين في الأردن
وحضرها القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة السفير يوسف رجي، أن العلاقات التي تربط بين الأردن ولبنان لها تاريخ عميق تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني واللبناني، لافتاً إلى أن الوقوف مع لبنان الشقيق واجب قومي ووطني. من جانبه أكد رجي عمق العلاقات الثنائية بين الأردن واصفاً إياها بالتاريخية والمميزة، وبينا أن نهج البلدين الشقيقين قائم على الحوار والاعتدال والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن هناك قواسم مشتركة وأهدافاً واحدة بين بيروت وعمان. خلال اجتماع ترأسه غبطة البطريرك رافائيل ساكو لكهنة بغداد، قررت الكنيسة الكلدانية التزام الكهنة بمقررات السينودوس وتخصيص مركزين للاعترافات والإرشاد في كنيسة بغداد الجديدة ومزار سلطانة الوردية في الكرادة، كما تقرر وبناء على دعوة البابا فرانسيس عقد لقاءات للعائلات وإعداد محاضرات وصلوات وأمسيات تراتيلة في الموضوعات التالية: الحب دعوة وطريق إلى القداسة، المسؤولية المشتركة للزوجين، تربية الأطفال، التحول من التقليد إلى الحداثة، ودور الكنيسة وكاهن الرعية، واعتبار البيت كنيسة مصغرة، إضافة إلى التفكير بالرياضة الروحية. أعلن نادي شباب الفحيص أن الدورة 30 لمهرجان الفحيص ستبدأ في 10 من شهر آب القادم وتستمر أسبوعاً، وأشار إلى أن فعاليات المهرجان ستبرز إرث الأردن الثقافي والتراثي والفني انطلاقاً من شعاره الثابت: الأردن تاريخ وحضارة. وكشفت إدارة المهرجان عن مشاركة مبدعين أردنيين يمثلون قيم وثقافة مجتمعنا الأردني، إضافة إلى وجود مشاركة عربية وعالمية كبيرة في البرنامج. ويلي الفعاليات فقرات غنائية وموسيقية يحييها نجوم الغناء الأردني والعربي. وفي ركن الطفل سيقدم مركز زها الثقافي فقرات ترفيهية وتوعوية متنوعة على خشبة مسرح بيت الفحيص. وحول أسعار التذاكر بيّن النادي أن جميع فعاليات المهرجان متاحة للجمهور مجاناً باستثناء فعاليات المسرح الرئيسي التي سيحييها نجوم الغناء الأردني والعربي. قدم برنامج صباحكم نور حلقة جديدة ومميزة بعنوان عيد جميع القديسين، حيث أعد حلقة هذا الأسبوع وقدمها الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الايكونوموس الدكتور إبراهيم دبور الأمين العام لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن، الذي سرد تاريخ هذا العيد والتعريف بمصطلح القداسة. كما أجرى البرنامج اتصالين هاتفيين مع الأب فرح حجازين والأب قسطنطين هلسة، حيث تطرق الأب حجازين إلى الشواهد الكتابية في الكتاب المقدس والتي تنير درب السائرين على القداسة، كما شرح الأب هلسة الانتقال من شريعة القديم إلى شريعة الجديد. فإلى هناك، لو مسكنا كتاب السينكسار سيرة القديسين بنلاقي على الأغلب وخصوصا من الكنيسة الأرثوذكسية يعني كل يوم في عيد قديس، فما الداعي لعيد جميع القديسين مدامنا إحنا عندنا كل يوم عيد قديس بهالسنة؟ أول شيء باسم الآب والابن والروح القدس لهن واحد أمين أمين. عيد جميع القديسين بصادف يوم الأحد دايما اللي بعد العنصرة، لأنه الكنيسة وضعت هذا العيد تقريبا بالقرن التاسع الميلادي، بسبب أنه في كثير من القديسين والشهداء والمعترفين والرهبان والنساك والنساء والرجال والأطفال لم تعلن قداستهم وما حدا بيعرفهم، وبالتالي الكنيسة حبت إنه تكرم هدول الناس كلياتهم المعروفين وغير المعروفين. يعني قديش عنا إحنا شهداء في الكنيسة، يعني في من فوق بالقرن من القرن الأول القرن الرابع من فوق المليونين شهيد من للمسيحية من أجل المسيح، هدول استشهدوا، فهدول كمان ما بنعرفهم كلياتهم، نعرف عدة قديسين: القديس جورجيوس، القديس ديمتريوس، القديس برنابا، القديسين الرسل، فهدول معروفين بالنسبة لنا، بس بالنسبة للعالم أجمع في ناس كتيرين يعني ما مش عارفين من هم. نعم. وبالتالي الكنيسة حددت هذا اليوم مشان إنه تعرف العالم على إنه في كتير قديسين
الكنيسة. هلأ الشهادة اليوم أصبح لها مفاهيم مختلفة، يعني الشهادة الوطنية والشهادة الدينية المسيحية اللي إحنا المقياس من مات لأجل السيد المسيح. مثلا في كثير كل ما ينتقل حدا من هذه الحياة بأثناء ممارسته لعمله أو تغطية صحفية، أو بنشوف قديش تعرض الصحفيين لهذه الأنواع من الإبادة. شو نظرة الكنيسة اليوم للشهادة؟ يعني شو مفهومها؟ يعني بالنسبة للمسيحية، المسيح واضح كثير في كلامه، بيقول إنه من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. نعم. وبالتالي الشهادة بالمسيحية هي عدة أنواع. أولا الشهادة بالمسيحية هي الشهادة من أجل المسيح فقط لا غير. نعم. الشهادة من أجل الوطن، الشهادة من أجل العلم، الشهادة من أجل مساعدة الآخرين، هاي تعتبر كلياتها يعني عمل خير، عمل فضيلة، والله يكافئ هذا الإنسان بشكل هائل جدا. لكن الشهادة بمعنى الشهادة هي فقط للرب يسوع المسيح ومن أجل المسيح ومن أجل البشارة. ومشان هيك المسيح له المجد في أعمال الرسل، بتلاحظ بقول لهم الإصحاح الأول آية 8 بيقولوا لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة إلى أقاصي الأرض. إذن الشهادة هي للمسيح. نعم. وبالنسبة لأنه المسيح هو الله المتجسد، ونحن نشهد للمسيح بعدة طرق. في الواقع الموضوع كثير كثير شيق وبهم كل مسيحي، والحديث عن جميع العيد جميع القديسين تدعوني أن أتحدث عن القداسة. القداسة هي أمر من الله وليس مجرد نصيحة، أمر من الله لكل مسيحي إذ يقول كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. وأيضا القداسة هي أمر ممكن، وإلا لما كان الله طلب منا ذلك. القديس أغسطينوس يقول الذي جعل فلان أو فلاني يصبح قديسا أو قديسة لماذا لا يجعلني أنا أيضا أن أصبح قديسا؟ كيف أصبح قديسا؟ سأل الشاب يسوع. ماذا أعمل لأرث الملكوت أي لأصبح قديسا؟ أجاب يسوع احفظ الوصايا. وأهم هذه الوصايا الوصية الأولى، أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل ذهنك وكل قدرتك، وأحبب قريبك حبك لنفسك. أين نحن إذن من هذا المقياس؟ الله لا يحب التجزئة، أعطانا كل قلبه وينتظر منا أن نعطيه كل قلبنا، لأن الحب لا يتجزأ. من القلب تتولد القداسة، فمن كان قلبه شريرا عبثا تقدسه شفتاه. من القلب ينبثق نور الإيمان، فمن كان قلبه مظلما عبثا يستنير من الخارج. القلب هو المستودع الذي يأخذ منه كل شيء، المحبة والبغض، الإيمان والشك، الفضيلة والرذيلة، القداسة والكفر. ولذا فكل من توهم أنه قديس لمجرد ما يبديه من ظواهر العبادة والتقوى فهو مخطئ في وهمه. من خلال عظته على الجبل أراد السيد المسيح أن ينقل الإنسان نقلة نوعية من عقلية دنيوية بشرية محدودة إلى عقلية إنجيلية مسيحية إلهية، أعني إلى القداسة. لا يستطيع الإنسان أن يقبل أو يعمل بهذه العقيدة بدون نعمة السيد المسيح ومثل السيد المسيح. وهذه باختصار بعض الميادين أو المبادئ حتى نسأل أنفسنا أين نحن منها. أبونا قبل الاتصال كنا بنحكي هذا الجهاد، هذا التعبير عن القداسة، كيف اليوم لما بنحكي لأخواننا المؤمنين اليوم يسوع عمل هيك ويسوع حكى هيك، بحكوا إن هذاك يسوع، هذاك إله، أنا بدي أصير إله، أنا عبد ضعيف وخاطئ. فهاي تعاليم المسيح هي تعاليم فاضلة وتسمو على طبيعة البشر، بس بيجي القديسين بثبتوا إن لا، إنه هاي القديسين هم كمان بشر. يعني إذا أبونا تحدثنا بمنطق العهد الجديد وبروح العهد الجديد،
نستطيع أن نفهم أن الإنسان مش لوحده، وأن روح الله ساكن فيه هو الذي يعمل. الرسل والأطهار والناس لما راحوا يبشروا كانوا صيادين سمك، لكن روح الله كان يتكلم في لسانهم، كانوا ضعفاء. من أنت؟ يعني زي ما قال أبونا وبشكره على ذلك، القداسة هي ليست محصورة في مطران أو في خوري أو في راهب، أو القداسة هي للجميع، الجميع مدعو لهاي القداسة، لأن القداسة هي الدخول إلى الملكوت السماوي. وويل لنا إن لم نصبح قديسين، ويل لنا إن لم نصبح قديسين، يعني في خطر على دخولنا إلى الملكوت السماوي. يا سلام. فمشان هيك بتلاحظ المسيح له المجد بيقول إن كنتم، في يوحنا الإصحاح 14 أي 15، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وبالتالي في العهد الجديد أنت أصبحت إنسانا جديدا بقلب جديد. قلب جديد. العنصر عيدنا لها قبل أسبوع، العنصر اليهودية شو هي؟ هي إعطاء الله الوصايا العشر والشريعة على لوحي مكتوبين من حجر. نعم. لكن العنصر في العهد الجديد إعطاء الشريعة للعهد الجديد في قلب من لحم. أبونا إبراهيم، معنا صوت صارخ من الجنوب. الأب قسطنطين هلسة. أبونا صباحك نور. يسعد صباحك أبونا حبيبي، ويسعد صباحه أبونا إبراهيم. يعني دائما أنت فزعتنا يا أبونا. أبدا أبدا، في الخدمة بالتأكيد. صديق نورسات دائما، يعني الدكتورة باسمة الله يذكرها بالخير دائما بتقولنا استعينوا في أبونا، بحكي حكي حلو. الله يخليك أبونا ويديمها الدكتورة. الله يخليك. تفضل أبونا، كنا أصغاء والسادة للمستمعين والمشاهدين. احنا عيتنا الاحد الماضي اول امبارح لتذكار جميع القديسين، وابونا شكله يعني افاض واستفاض. لكن هنالك ايضا كمان احنا بدنا نحكي عن القداسة والقديسين، يعني بدنا حلقات مو حلقة واحدة. لكن اللي بنقدر نقوله انه اولا انه قبل الاحد جميع القديسين احنا عيدنا للعنصرة، وقبل العنصرة هيئنا للعنصرة بثلاث آحاد اللي هم المخلى والسامرية وأيضا أحد الأعمى. يريد الرب أن يوصل إلنا رسالة إنه يسوع المسيح هو فيض ونبع الماء الحي اللي إذا شرب منه البني آدم لا يعطش إلى الأبد. العطش هون هو العطش للملكوت السماوي، وأيضا قول الرسول بولس حياتي هي المسيح في رسالة إلى أهل فيلبي. لذلك كل اليوم مدعوين للقداسة بهذا المعنى بالتفصيل. لا نقول إنه القديس معصوم، إحنا لا نؤمن بالعصمة إلا المسيح وحده الخالي من الخطيئة، لكن القديس كان في سلام مع الله في القداس الإلهي قبل المناولة المقدسة. يرفع الكاهن الحمل أو الأسقف يرفع الحمل ويقول المقدسات للقديسين. لاحظ مين؟ لاحظ هون إنه الكلام مش فردي، الكلام جماعي لكل المؤمنين المجتمعين. هذه حياة القداسة، وهذا هو القديس اللي اليوم إحنا بنتعلمها من أحد جميع القديسين، وهذه هي الرسالة اللي بدنا نوصلها للعالم، إنه كيف نقتدي في المسيح أولا، وكيف يكون الله هو الأول والآخر في حياتنا، هو محور كل حياتنا. نعم صحيح، الأولوية الأولى. نعم نعم نعم. يعني هون بس بصفي آخر نقطة، إنه الآن الروح القدس فاعل في الكنيسة. الروح القدس صوته مش صوت مزمجر ولا صوت عالي ولا صوت برج الدنيا. الروح القدس سمع صوته إيليا النبي زي
نسمة ريح لطيفة سمحها إيليا النبي. وبالتالي نحتاج إذا شوي نصم أذاننا عن صراخ العالم وعن صخب العالم حتى نسمح للروح الإلهي بأنه يتغلغل فينا ويسير حياتنا، وفي النهاية هو القائد تبعنا نحو الملكوت السماوي. آمين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الكنائس الكاثوليكية في الأردن تحيي الحج المسيحي في سيدة الجبل. الرعية اللاتينية في الأردن تحتفل باليوبيل الذهبي الكهنوتي للأب جهاد شويحات. البطريرك بير باتيستا باتسابالا يهنئ المؤمنين بعيد القديس أنطوان البدواني. رئيس غرفة تجارة عمان: الوقوف مع لبنان واجب قوميا ووطنيا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.northsouthjordan.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.